كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. يعني سي العوفي، إلى أي حد يعني غتمكن هاد تقنية التعليم عن بعد اللي انخرطت فيها المديرية ديالكم يعني من ضمان إيصال المحتوى ديال المقررات للتلامذ بطريقة السليمة والمطلوبة؟ يعني واش كتسمو خير أنه يكون إقبال على هذه العملية في ظل أنه كاينة واحد الشريحة كبيرة من التلامذ يعني بالعالم القروي يعني ما مرتبطاش نهائيا بالإنترنت؟ نعم، أولا تنشكركم على الاستضافة ديال المديرية الإقليمية للصغيرة، وأشكركم كذلك على الاهتمام ديالكم مجال التعليم التعلمي بمدينة الصغيرة. إذن جوابا على سؤالكم، كما تعلمون هذه المسألة ديال التدريس عن بعد فيها خط أو فيها جزء ديال الدروس التي تبث من خلال القنوات التلفزية الوطنية اللي كتعرفوها، الرعاة ديال القنوات، ثم أيضا الدروس اللي تمكننا باش ننجزوها على المستوى الجهوي والوطني واللي بلغ مجموع ديالها 182 درس. هذا جانب. كاين جانب اخر ديال الدروس المنجزه من خلال الساده المفتشين والسيدات والاستاذات، يعني معايير نعمل بها. المعيار الاساسي وهو البيداغوجيا، ولكن من ناحية الوقت كنعطيو الوقت ما بين 8 12 دقيقة حتى 26 دقيقة، باستثناء ما هو وطني اللي فيه 26 دقيقة. الإنجازات اللي كان عندنا يعني مبادرة بين المفتشين والأساتذة، مجموع الدروس في الابتدائي كان تقريبا 600، الإعدادي 400، التأهيلي 200. أما فيما يخص الصف الثالث وهو اللي مهم، هنا أعطينا الحرية الأستاذات والأساتذة باش يديروا الدروس اللي كيشوفوها هما، يغطيو بعض المفاهيم اللي شوية بسيطة اللي كيتراوح ما بين 5 دقائق 6 دقائق 8 دقائق حتى 12 دقيقة. مجموع الدروس الابتدائي بلغ حوالي 4000، في الإعدادي حوالي 4000، في التأهيلي 2000. دونك هادو بصفة عامة. لماذا 5 دقائق و 8 دقائق و 6؟ لأن كما تعلمون التلميذ لما تيكون في القسم نظريا ساعة فيها 60 دقيقة، إلا كان القسم فيه 30 تلميذ معناه كل تلميذ كتجي 2 دقائق، وهذا هاد 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 العدد ديال الدقائق قليل بالنسبة للتفاعل ما بين التلميذ والأستاذ. دونك دابا حاليا مع الأقسام الافتراضية واللي بالمناسبة وصلنا فيها 95% يوم الثلاثاء المنصرم، 95 كتغطي حوالي تقريبا 95% في القراوي و 95% في الحضاري. تمكننا باش جميع الاساتذه يخلقوا الاقسام الافتراضيه ديالها وتكون واحد التفاعل مباشر، وهذا التفاعل المباشر هو اللي كيعطي الحق للتلميذ على انه كل مره عنده الحق على انه يناقش الاستاذ ديالو عن بعد مباشرة. هنا ما كتبقاش 2 دقائق، كتولي تقدر تولي 4 ساعات، يعني اليوم كامل ديال التلميذ. دونك هذا اللي نقدر نقول على الاقسام الافتراضية، بالاضافة للوسط القروي كما هو معلوم. ممكن تتبع معنا انتم، كنتي في واحد الاجتماع خاص مع السيد العامل اللي مشكور، كنشكرو من هذا الباب المنبر ديالكم لانه هو يتابع معنا عن قرب ويوميا وكيدخل لي معالجة الإشكالات سواء المطروحة في الوسط القروي أو الحضاري أو التتبع ديال التدريس، فهو دائما معنا وتنشكروه مرة أخرى. أيضا في الوسط القروي السؤال ديالكم جا حول يعني على الأسر المعوزة. دونك كما كتعرفوا السي سعيد، حنا عندنا هنا واحد العادة في الصغيرة، رؤساء الجامعات كاين رؤساء الجامعات اللي دخلوا شحال هذه على المستوى الاسر المعوزه، نقول منهم انا ما غنقولش كل شيء ولكن غير بعض، بحال مثلا جامعه تمانار، جامعه اي الدول، جامعه سميمو، جامعه ايدوغرد، جامعه غناغه، جامعه اقرمود، جامعه تانس، جامعه تختشت، هادو كلهم كيساهموا معنا في اطار الدعم الخاص بالاسر المعوزه. كاين هذا اللي غنقول لك، الاسبوع اللي فات اتصل بي السيد رئيس المجلس الاقليمي على اساس على انه غيدخل في اقتناء اللوحات اللبسيه و
ولا لي سمارت فون وراه الاعداد عنده ديال الداخليين كاملين والاعداد ديال التلميذات والتلاميذ اللي كاينين في دور الطالب. دونك بالموازات كتعرفوا هذا الشيء في الاقليم الكهرباء راه معمنه وحتى التلفاز راه معمن. وفي الاستفسارات ديالنا مع السادة المديرين لو غوتور كان ايجابي، معناه التلاميذ كاين واحد التفاعل كبير، كاين تفاعل كبير جدا. بالاضافه اللي زاد بين هذا التفاعل وهو الوزاره ديالنا دارت واحد المسابقه ديال 2000 تحدي المغرب 2000، راه البارح جمعنا المسابقات. في نفس الوقت حنا كمديريه درنا هذه المسابقه على مستوى المديريه، وكاين المؤسسات اللي دارتها، مثلا مؤسسه التفتح الفني والادبي ثانويه اكسوس، اعداديه الجليله، اعداديه الدار، اعداديه اي الدول، ثانويه الامل. دونك هنا تتبين لنا راه كاين واحد التفاعل، لان هذه المسابقه هذه خاصه بالحياه المدرسيه، ما يوازي الدروس عن بعد. درنا انشطه الحياه المدرسيه عن بعد. أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.